أننا مستعدون وملتزمون بالدفاع عن كل شبر من أراضي حلف الناتو. أما فيما يتعلق بالهجمات السبرانية مثلا في النشاطات في منطقة البحر الأسود، نحن نتبع إجراءات خفض التصعيد لضمان عدم حلول ذلك. طبعا نحن بالطبع في نفس الوقت تحادثت مع كبار القادة وخاصة القائد الأعلى لقوات حلف الناتو، ونحن حريصون على أن لا يحدث خطأ ما يؤدي إلى خلق وضع خطير للغاية. فيما يتعلق بالجانب السبراني فقد أكدنا أن الهجمات السبرانية قد تؤدي إلى تفعيل المادة الخامسة، لكننا لم نصل إلى النقطة التي تجعلنا نجعل خصمنا يعرف تماما متى سنفعل المادة الخامسة. نحن سنرى أولا ما هي المخاطر ونسعى لضمان أمننا السبراني وأن ندافع وندعم أوكرانيا. شكرا. أود أن أعلم المزيد عن نشر القوات وخاصة القوات الجوية، متى والقوات الأمريكية، أين ستنشر، إلى أين ستذهب؟ أيضا ماذا تغير في حساباتكم فيما يتعلق بالتهديد إلى حسابات الناتو بحيث يتم اللجوء إلى الأمن الجماعي ونشر قوات الرد السريع؟ ما تغير في الأيام القليلة الماضية بالطبع هو تعرض بلد شريك لنا وله حدود مع كثير من البلدان الأعضاء فينا إلى غزو كامل، وهذا مصدر تهديد خطير للأمن في أوروبا في عقود. لهذا السبب نحن ننشر هذه القوات أيضا من أجل تفادي أي خطأ في الحسابات أو أي سوء فهم بأننا لسنا جاهزين مستعدين للدفاع عن أعضائنا. طبعا نتواصل مع فنلندا والسويد، وطبعا البلدان في الجناح الشرقي السكان قلقون للغاية بسبب القتال في أوكرانيا والقرب من روسيا، ليس بسبب التصعيد العسكري والحشد العسكري والغزو الروسي، لكن هم يرون أيضا هناك تهديد قد يتجاوز أوكرانيا، لأن هذا الأمر يتعلق بروسيا وهي تتحدى أعراف الأمن وقواعد الأمن في أوروبا والبيئة الأمنية في أوروبا، وقد تهدد نصف الدول الأعضاء لنا. ونحن نقول إن لم نلبي هذه المخاوف فسيكون هناك ما نسميه تداعيات عسكرية وتقنية. لهذا السبب نحن ننشر الآن قوة الرد التابعة لحلف الناتو للمرة الأولى ضمن التموضع الدفاعي بصيغة أو مفهوم الأمن الجماعي. نتحدث هنا عن آلاف الجنود، نتحدث عن قدرات بحرية وجوية، وأيضا كل ذلك هو جزء من المجموعات القتالية العاملة التابعة لحلف الناتو. لدينا طائرات تنشط في الجناح الشرقي للتحالف، وأيضا لدينا بعض الحلفاء والشركاء الذين لديهم من الآن قوات قد تم ضمها إلى قوة الرد السريع. لدينا مجموعات تقودها فرنسا، لدينا الولايات المتحدة أيضا التي خصصت آلاف من الجنود ليخدموا ضمن قوة الردع، وهؤلاء منشورون في الجناح الشرقي للحلف في عدة مواضع. طبعا هم معظمهم من الولايات المتحدة، وأيضا هم هناك أيضا جنود أوروبيون. قوة المهمات المشتركة عالية الاستعداد وسريعة التدخل الآن تقودها فرنسا، لكن فيها مكون كبير من ألمانيا وبلدان أخرى. سؤال من أسوسييتد بريس تعقيبا على إجابتك السابقة، قوة المهام الخاصة ممكن أن تعمل في أماكن محددة
هل حددتم نقاط ضعف في الجناح الشرقي لترسل إليه هذه القوة؟ علينا أن نفهم أن لدينا عوامل ومكونات مختلفة لقوة الرد التابعة لحلف الناتو. نحن زدنا عديدها بحيث تكون القوة التي تشكل رأس الحرب لها هي قوة المهام المشتركة سريعة التدخل، لكن لدينا عناصر أخرى إضافة إلى هذه القوة. لدينا طبعا مشاركة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهما من حلفائنا الذين زادوا من قواتهم التي تشارك في قواتنا قوات الرد السريع. هؤلاء يكونون جزءا إضافيا لقوة الرد الأصلية التابعة لحلف الناتو. قوات الرد السريع التابعة للناتو تضاعفت 3 مرات لتصبح تقريبا بحدود 40,000 فرد. نحن لا نقول إننا سننشرها كلها، لكن سننشر عناصر من قوة الاستطلاع، قوة المهمات المشتركة سريعة التدخل كقائدة للمجموعة إضافة إلى وحدات أخرى. لهذا السبب نحن فعلنا هذه الخطط الدفاعية يوم أمس، واليوم عناصر هذه القوة سيتم نشرها. سؤال من تي في 2. شكرا لكم. تعقيبا على سؤال أسوسييتد بريس وزملائنا الآخرين، ما هي السرعة التي تستطيع بها هذه القوة أن تنشر؟ بعض هذه القوات هي من الآن في نطاق عملياتي وضمن قوات الناتو البحرية، من البحر في الشمال إلى البحر المتوسط. بعض العناصر من الأسلحة الجوية أيضا هي كذلك. القوات البرية بعض وحداتها ممكن أن تتحرك وتنتشر في غضون أيام، وكل العناصر الأخرى وضعت في حالة من التأهب القصوى، وطبعا وكل هذا لأننا زدنا من تواجدنا. نأخذ سؤالين عبر الإنترنت أيضا. توماس كوتشكا، طاب مساءكم. سعادة الأمين العام، في البيان الذي أصدر للتو، البيان يقول إن روسيا بتجاهلها الصارخ للاتفاقات والالتزامات السابقة وانتهاك روسيا ذلك لها، هل يعتبر الحلف الآن أي اتفاقيات ووثائق موقعة مع روسيا بهذا الاتجاه قد أصبحت ملغية وباطلة أم ماذا؟ قادة الناتو قرروا اليوم على بيان واضح ويوضح حقيقة أن روسيا قد أدارت ظهرها إلى ما يسمى اتفاق الناتو وروسيا الأساسي، وأساس هذا الاتفاق هو احترام سيادة وسلامة أراضي وأقاليم الدول بما فيها أوكرانيا، وهذا انتهك ليس مرة واحدة بل مرتين. وفي الحقيقة منذ العام 2014 هذا الاتفاق في حالة انتهاك مستمرة من قبل روسيا على أيدي القوات الروسية والقوات الانفصالية الموالية لروسيا، وهذا أيضا تم انتهاكه أكثر في اليومين الماضيين بفعل هذا الغزو الكامل والشامل لأراضي أوكرانيا. إذن ما نراه هو أن روسيا لم تظهر أي احترام لهذا الاتفاق. بالطبع إذا كان لديك اتفاق أساسي مع طرفين وأحد الطرفين لا يحترم هذا الاتفاق، إذن الاتفاق لا يعمل، لا سبيل له إلى تحسين أو التعامل على الأوضاع، لأن العنصر الأساس أو الاتفاق الأساس إذا لم يقرن بنوايا طيبة باحترام له ولم يتم احترامه، إذن هو لا ينجح. هذا هو واقع الحال.
إذن الاتفاق الأساسي بين روسيا وحلف الناتو بعد أن انتهكته روسيا لسنوات الآن وبشكل صارخ وواضح انتهكته من خلال غزوها لأوكرانيا. سؤال آخر عبر الإنترنت من فوكس. شكرا سعادة الأمين العام. سؤالان سريعان، أولهما يتعلق بالحرب، الآخر بالسلام. هل تتفق مع التقديرات الاستخبارية بأن كييف ستسقط في يوم أو يومين رغم شجاعة المقاتلين الأوكرانيين؟ وهل ترون أن الهزيمة أمر لا مفر منه؟ ثانيا فيما يتعلق بالسؤال، الرئيس زيلينسكي يتقدم بمقترح مقاربة مع روسيا قد تتضمن حوارا يؤدي إلى حيادية أوكرانيا، هل تدعمون هذا التوجه؟ فيما يتعلق بالوضع على الأرض، هذا غزو كامل وشامل لأوكرانيا يتوجه صوب كييف، والهدف المعلن من ورائه هو تغيير نظام الحكم والحكومة في أوكرانيا. طبعا الوضع غير قابل للتنبؤ والتوقع، وليس من الحصافة أن نتكهن هنا، لكن فيما يخص القوات العسكرية الأوكرانية والتي تثبت حقيقة شجاعة وبسالة في قتالها وفي تصديها لقوة غازية أكبر وأقوى منها بكثير، فيما يتعلق باحتمال أي محادثات بين حكومة أوكرانيا والرئيس زيلينسكي وروسيا